بعد تبقى الكاستينج جا صدفه. خذي انا كنت قراي رغم اللي ديما نخدم ونقرا وكل شيء ونسهر في دي جي وكل شيء، ما كنت خذيت باك مونسيون بيان مات تاع دي جي الكترونيك انفورماتيك. في الصيف هذاك عندي صاحبي بوغوس بزنس اسمه ميكو، قال لي اسمعني غدوه هابطين لافريكه بنات تونس الكل غادي. شفم؟ قلت له شفم؟ قال لي ما تتكلمش غدوه نحن في وسط تونس. خذينا التي سي بي ومشينا، مشيت نلقى كاستينغ ستار اكاديمي. ما عادش مخي في حد شيء. اي عملوه في الافريكا وبالالاف اللي تحكي عليهم صحيحه راه. ونحن بالنمرو، انا وقت النمرو نتاعي 3000 واش. مشيت ديريكت للسيكوريتي، قلت له اسمعني كيفاش نعمل باش نعدي؟ قال لي انت منين؟ قلت له انا راني تونس. قال لي اليوم راهو المناطق الداخليه، تونس ترجع غدو. وركبت فك الكار وشديت عايشه ماني حافظ حتى غنيه، كان غنيتي. بديت نحفظ، حفظت عايشه. مشيت من غدوه زيت مع الجيتار. الأول كنا برشا، ومن بعد فما سلدة تونت صغيرة تدخل فيها 20، كل 20 هذوكم اللي باش يدخلوا عاديو كاستينغ. أنا دخلت كاين ضحك ولعب البرة ودنيا، دخلت لك السالة نتاع 20 سلدة تونت، بيت مرة كان في كوبا اللي يدخل تحسب العشرة يخرج، اللي يدخل تحسب العشرة يخرج. شنو هي الحكاية؟ جاي أدور بيكم، عقت في النوارة، قلت له برا خويا افطى شوية. صدقني ما ينفع حسبت العشرة، من واحد حل خرج. كي هو زاد عم زاد ركب لي ستريس، قلت له شنو نعمل ندخل؟ يا اخي نغر. قال لي خويا برا ادخل، برا ادخل، الحكاية فارغة هذه برا. دخلت نلقى وقتها عدينا في الكاستينغ واحد بوتوني من الباب حكى معايا، قال لي اهلا بيك، فرحت بسم لي كذا، قال لي تعزف؟ قلت له نعزف. قال لي بتغني؟ قلت له نغني. قال لي كهو؟ قلت له ليه؟ حاجتك بحاجه مرحبا، نصلح اورديناتورات، نعمل غنيات، نعمل كذا. هو اللي تعب. شد الضحك يا اخي، عمل هكا قال له سجل، او فات مش ناس كل تسجل. فهمت؟ كان اللي معناها يحسوا فيه بوتنسيال. بديت نغني، غنيت له عايشه، قال لي زيد غني لي غنيه اخرى. غنيت له عاود غنيت له عايشه مره اخرى. عاود غنيت له شويه قبل الحكايه مقطع حافظها، غنيت له شويه. من بعد قال لي اشطح شويه، اشطحت سجلني، مثل، مثلت له نكته. الرافي يضحك كان على الجستويل ما فاهم حتى شيء، نكته في مخي مثلتها له كيما جي. عزيز من بعد فرح بيا بالقدا، قعدنا نحكي ونجاوب في الكاميرا. عديت بالقدا بحذا حكيت اربع دراج راه. وبعد عديت بالقدا ونحكيو اكثر منا ماني سويسي انا سمباتيزي. انا ركز على الغناء اكثر. نغني ونقعد نحكي ونغني ونقعد، فهمت؟ ومن بعد سي وقال لي يعطيك الصحه ان شاء الله كان فما حاجه نكلموك شهر شهرين. قلت له اسمعني قل لي وقتاش خذيت النمر وقيدته بالقدا؟ قال لي قيدته. نعطيك نمر جارتنا راهي بحذانا خذ. وانا خارج باقي نقول له يا توني قاعد في تونس راني ندورك في تونس راني كذا، وهو يضحك للبيت. حسيت خرجت من بعد كلمونا بعد انا كلموني مخر حكيت شهرين بعد كلمتني نادين عمري ما ننساها. انا ولد حومه معناها او عرفوها الكل معناها. انا عندي اصحابي وعندي نعمل لروحي موسيقى، اصحابي ما يعرفوش اللي نغني، فهمت؟ يعرفوني كورجي صحيح، نشوت سي متر بالقدا ونشد ديفونس هذيك الحكي، فهمت؟ ونقرا على روحي. دونك اول مره نمرو طويل في باليش البوتنسيال تاع لافيشور يوري هذوك الكل. حسين هزيت نلقى نادين. هزيت نادين وتحكي باللبناني وجو. انا سمعت كلمه باللبناني ما انا طلعت هنا اصلا، ما انا عمري في حياتي ما حكيت كلمه وما سمعت كلمه، كان اوكسيدونتال فيت. بديت نحكي معاها بالتونسي معناها، نقولها تقبريني ايوه. حسين وشخت عليه بالضحك، قالت لي اسمعني ان شاء الله باش تجي معنا الكاستينج في لبنان وان شاء الله باش نقروا في لبنان وكل شيء. قلت لها كيفاه ما عنديش باسبور؟ ما عندك؟ قالت لي ما تعت الهم الحكايه تصير هكا. حاسين عملت باسبور وبعثت لي هي تيكي ليله اللي باش نطلع للكاستينج. قاعد هنا ولد الحومه عندنا صور عمري ما خرجت منه المنار نسكن غادي. قلت لهم الاولاد توا عندنا عام جديد وباش ندخل الفاك وكذا، برج ولاية باش نمشي نعمل تحويز. تصدقني تقول فيراج كله عماد
باش نجيك نهار ما تفقدش باش نجيك باش نجي نهار وباش نوصل لك عماد معناتها ما تخاف ما تفقدش الامل عماد يجي نهار ونوصل لك بالعكس بليزير الله يعمل جو هاي ترى لخص في زعيم دونك حسين ومشينا مشينا عملنا تعرف وانا خل نقعد وانا عيد وانا خزيف حداتي دونك عملت عملنا الكاستيه مشيت طلعت لبنان شيخ طلعت 14 وحدي ومعايا 13 طفله ما زلت ما نعرفش اول مره نخرج من اول مره نخرج من تونس وانا في المطار ما زلت انا مش فاهم روحي منين يمشيوا الطياره منين يركبوا منين كذا الطياره كيفاش الماكله تخلص ما تخلصش في بالي بشيء انا كيك وجوني كل الاولياء نتاع البنات امان بنتي اختي وخير اسمعني يا حاجة يا مسيو بيهي ولا علي ضغط كبير ركبت حاسيلو بحذايا شايمة مشينا الغادي يا أخي غادي فسخت الحلم وصلت للوتيل يا أخي نلقى الشرق الأوسط كل غادي أردن مصر لبنان ناس ماشيت في شعرها وناس بقوسيت وناس تغني واللي جيتارة وبيانو واللي يعزف واللي صوته صوت أوبيرا قلت خويا اسمعني تذكرة جيتني ببليش مشيت عملت فواياج نحب ياخي سألت في الريسبسيون قلت له خوي خالصة الماكلة إيش نحب آخر خوي ماكلة خالصة نعدي نروح وبك علينا هيك عديت حاسلو عديت عدينا الكاستينج الكاستينج الثاني ما كانش نفس سامباتي مش كيما مع توني كبسين رواحهم واحنا قبل ما ندخل ونسمعوا فيه اللي يبكي ورولا قالت وليس قال وميشيل قال وانا نقول له ماما شكون هذو شكون انا نعرف كان ستار اكاديمي نتاع فرنسا دخلت عديت الكاستينج وكي خرجت جيت تري ديسو خاطر كانوا صعاب ياسر قلت مستحيل معناها باش يعيطوا لي في الليل عقب الليل زو سيكوريتي دقوا علي الباب نغزر من النخبه اسمع عرفتك عقليه تونسيه نسي روحي في لبنان حليت الباب ديريكت قلت له والله ما عملت شيء يا مان والله قال لي نادين حاجتها بيكم وفات فدليك تكبست كبسه حسيلو مشينا قعدنا انا وكل البنات بديت ميساج تري نيجاتيف ويعطيكم الصحه وفما برشا معناها ناس تحبوا يلزمهم يزيدوا يخدموا وراي الفرص تنجم تجيكم في عوام اخرى وحسيلو وعملت هكا قالت معايا شيماء قالت مبروك الف مبروك لشيماء راهي ماشي وشيمة تطلع تمس السقف وتهبط خوي وانا نغرت يا شيمة تي اسكت خل الناس مع المرأة تي اسكت خل قلت وراح يجي مع وجدي قلت له لا حتى وافرح شيخ شيخنا حسيلو شوف صارت فازة مهمة ياسر بعد ما كملنا سيء اعطاو شكون اللي باش ينجح شكون اللي متعدي كي خرجنا لي كونديدا اللي معانا الكل ولاو سيء فينومين الشهرة خدم بالوقت كلهم ياخذوا في التصاور معانا وصحح لي يا مانو ديريكت من قبل ما تبدا مازلت كاستينج اللي بعده مشيتلوش مازلنا غادي مازال عندك كاستينج واحد اخر مازال نمشي لعماد امشي امشي